باذنجان وتحضير احمر. طريقه عمل الباذنجان: المشوي زي ما باين كده، هنجيب طاسه فاضيه خالص نسخنها شويه ونحط فيها نقطه زيت واحده بس، نجيب الفرشه نوزع نقطه الزيت دي كلها هنا، ونجيب باذنجان عادي نقطعه باي شكل، نحب اقطعه كده ونحطه في الطاسه. الطريقه دي هتخلي الباذنجان طري مش ناشف زي ما بيتحط في الفرن وعليه نقطه الزيت دي ينشف. الطريقه دي حافظ عليه يبقى طري. تركه لسه نسيبه شوية كده، بعد حوالي دقيقة كده هنقلبه على الناحية التانية. لسه باين ان هو ناشف بس لسه هنعمل فيه حاجة هنخليه يبقى طري، مش باين ان هو مفوزي. هنسيبه برضو دقيقة على الناحية التانية. بعد دقيقة بقى خلاص قلبناه. ايه بقى التريكة اللي هتخليه طري؟ الأداة دي، معلقة، تجيب المعلقة ونضغط على كل واحدة، حاول نطلع الماء اللي جواها. بصوا كده، بصوا كده، تحسوا ان فيه صوت وميه بتطلع. الميه دي بقى هي اللي هتخليها طريه وهتسويها مش الزيت. وكده ان الباذنجان مش على زيت، سمعنا الميه دي. تبقى باينه في التندر اهو، بصوا كده تركة بسيطة جدا بس بتخليه شكله وطعمه ان هو مقلي، بس طبعا من غير كمية الزيوت البشعة اللي تبقى في الباذنجان. نقدر بقى بعد كده نعمل بيه اي حاجة مسقعة ناكله كده، مفيش نحط عليه ملح كمون، نعمله بأي طريقة، بس أهم حاجة أي وصفة فيها باذنجان تقدري بدل ما تقليه زيت كتير اهو، ومنتهى الجمال. طريق طعمه حلو جدا اهو، وباين مش ممكن يتقال عليه مش مقلي. جميل كده مع اخواتهم اهو، واحدة واحدة كده، كل واحدة تاخد 15 ثانية مش اكتر من كده. بصراحة النتيجة عندي هايلة، طعم رائع، اتمنى ان انتوا تجربوه.